إكسبرس إف إم الأخبار. موجز الأخبار، أهلا بكم. قررت حركة النهضة وحراك مواطنون ضد الانقلاب تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنفيذها يوم الأحد القادم بشارع الثورة إلى يوم الأحد 13 من فيفري بنفس المكان وبنفس التوقيت. وأشار بيان مشترك إلى أن قرار التأجيل تم اتخاذه بعدما أثارته هذه الدعوة من جدل بسبب تزامنها مع وقفة دعت إليها مجموعة من الأحزاب والمنظمات إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد، مؤكدين رفضهم لكل استغلال لهذا التزامن لإحياء استقطابات مغلوطة تستفيد منها ما وصفته بسلطة انقلاب وفق نص البيان. نظرت اللجنة الجهوية المكلفة بإسناد العقارات الدولية الفلاحية بولاية زغوان خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية بحضور المصالح والهياكل ذات الصلة في الجوانب القانونية والعقارية للمقاسم الفلاحية التي ستخصص لفائدة عدد من شباب الجهة. وأفاد الكاتب العام للولاية مراد بن علي أن اللجنة المذكورة خصصت 811 هكتار من الأراضي الدولية الشاغرة لإسنادها لفائدة 45 شابا، منها 677 هكتار تحتوي على 40 مقسما ستخصص لفائدة الفلاحين الشبان، و70 هكتار لشابين من أصحاب الشهادة العليا، و64 هكتار ستسند لثلاثة شبان من غير الحاملين لشهادة عليا. تمكنت وحدات الأمن والحرس الوطنيين بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجارة بعدد من ولايات الجمهورية من حجز أكثر من 76 طن من السميد والفرينة دون فواتير ومعدة للتوزيع خارج المسالك القانونية من أجل الاحتكار والمضاربة. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم أن هذه الجهود تتنزل في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، مشيرة إلى أنه تم تحرير محاضر اقتصادية في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن أصحابها. من أخبار العالم، ناشدت سريلانكا اليوم مواطنيها المغتربين لاستثمار أموالهم في وطنهم الأم لمساعدة بلدهم الذي يواجه أسوأ أزمة ديون منذ الاستقلال عن بريطانيا قبل 74 عاما على التغلب على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. نهاية موجز الأخبار، قدمته لكم سهيلة الصمعي. المشوار متواصل معك لوب إكسبريس، إلى اللقاء.